بنات او كمان الدارك صوص ليها مع تسوي الاسنان والم الاسنان وقال الاسنان مكون لسه عقبها خلشت نزل النزيف خلش يعني يمنع النزيف اللسه مكون لسه هذا مطحون مع الكسوس او معجون الكسوس هذا اصلا ولا فيك كيمياء مواد كيميائية ولا مواد حافظة ولا كريمات هذا طبيعي ما شاء الله نوع الحلويات بتاكله وهو مع عصير رباني نوع العصير رباني ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله هذا أفضل أنواع الأركسوس وأفضل معجون معجون الأركسوس لتسوس الأسنان والبشرة وإن شاء الله كمان الله كل حاجة واحد وكذا وسأل ما شاء الله 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 ما لك المعظم نعلم في الأخير نه هو بنعلم في الأول اللهم صل وسلم وبارك أنت حبيبي يا سيدي رسول الله ربنا هنفقه كمان مع الأركسوس الرباني بحلاوة رباني وشفا من عند الرحمن ودواء وغيثة من عند الرحمن فهو في القرآن مذكور في صورة الإنسان كمان ومشروب الجنة تمام هذا الأركسوس وأنهار الأركسوس سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله أفضل العصائر فوق جميع العصائر مشروب الأركسوس ما شاء الله شفتم كله يغسل الكلى ويغسل المعدة ويغسل الأمعاء الدقيقة والغلاظ والبنكرياس والعين كل حاجة ويفتح العين ويفتح البشرة ونعم البشرة وزي الشعر والعين يطول شعر راسه كل ما شاء الله هذا فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى ويمنع التسوس بالأسنان ما شاء الله يدعك بإيدنا كده أو بحتة فرشة أو بإيدنا أفضل بصبر يعني كده وشوية أو بقماشة حتى أو في لي في أي حاجة بس زي أنا عملت فيديو وعملي عشان نتفرج ونشوف ولا عاوز يفيد نفسه يفيد يسمع واللي مش عاوز يفيد نفسه يفيد الآخر اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله بصراحة جدا جدا مفيد للغاية فوق الغاية فوق الممتاز اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله واحد كل ستان هيخلص كمان على الخصوص ترتيل القرآن الكريم فضل الدكتورة جزان المنصوص زي محبة سورة القصص ترتيل القرآن الكريم فضل الدكتورة عبد المجلس سيد أحمد عطي وحبيبي سورة القصص الله صلى الله وسلم وبارك على محمد رسول الله من بلاد السوس الرب من عند الرحمن الله الله مذكورا كمان في القرآن الله الله